الكحك لو ما كانش بالسمنه البلدي يبقى ملوش طعم، والبيديفور لو ما كانش برضه بالزبده يبقى ملوش طعم. الشيبي في شارع مصر والسودان في حدائق القبه عنده كل حاجه بيبيعها نص كيلو، يعني الكحك الساده والكحك الملبن والكحك العجوه ب 55 والكحك العجميه ب 65 وكحك العين جمل ب 65 وعنده كمان البسكويت ب 50 جنيه. لما انا رحت عنده هناك قابلت واحد واتكلمت معاه، بصراحه الراجل ده لذيذ قوي. ايه اخبار الطعم؟ ممتاز. تحب اجيب لك كوبايه شاي بلبن؟ لا شكرا. بجد والله؟ الله يخليك. كل حقيقه. الله يخليك. مساء الخير. انت طيب. انا جاي اخد طلبات في البيت كلها. يعني واخد ايه؟ هتاخد ايه مثلا؟ يعني مثلا حوالي 5 بيتفور، 5 غريبه، 5 بسكوت كده يعني كل حاجه. ايه؟ اه لوحدك؟ لا. تخش بقى على قسم الحلو وتتفرج على البسبوسة وهو بيقطعها كده، بيفكرني بالخط الأحمر الجميل وهو طالع كده بالبسبوسة، وتمن الكيلو 65 جنيه. وعنده كمان البسبوسة بالفستق تفتح النفس، شايفين المنظر والحلاوة. وعنده كمان الكيلو ب 110 للمشكل مكسرات، كلكم والمدلعة المتشخلعة. شوفوا هو بيقطع كده، بيشخلع ايده وهو بيقطع المدلعة، وتمنها 100 جنيه الكيلو. يا جمال المدلعة وسلام الأهل طنطا. كل حاجة موجودة عند الشيبي، وكمان المنتجات اللي عنده زي ما هو قال لي بالسمنة البلدي، من أول البسبوسة للكنافة اللي انتوا شايفينها. وببعت سلامي من هنا برضو لأهل فلسطين، أدم ذكرنا الكنافة النابلسية. وبعد كده بقى تخشوا على النوتيلا وجمالها في الكنافة، ولا كمان اللوتس وجمالها برضو في الكنافة. وعنده بقى البلح الشام ورموش الست، وعنده الكنافة البرمة الصغيرة الرفيعة والتخينة اللي جواها مكسرات الجميلة. الشيبي عنده كل حاجة. الراجل كده هو بيرص الطبق دون تقوله ان هو فنان، عامل اللوتس في النص وحاطط يمين وشمال السلاح بتاعه المكسرات اللي بالموديلا وكل حاجة عنده، اكنه بيبني استاد القاهرة الجديد، حاجة كده من الاخر. والطبق ده لوحده كفيل الواحد ياكله بعد الفطار. التورتات بقى عنده النوتيلا واللوتس وكل حاجة عنده، بتبتدي من اول 150 جنيه لغاية 220. وعنده كمان الحمرة الجميلة دي، وعنده كمان الايس كريم بتبتدي من 180 جنيه. كل حاجة عنده بيظبطها وبيعملها بإتقان. تشوفوا بقى المنظر والجمال والحلاوة لما تاكل التورتاية في الجو الحر النار دون واحنا صايمين، وتطر على قلبنا. يا جمال الجاتو وجماله وحلاوته وطعمته قدامكم كده. وعنده القطعة تبتدي من اول 10 ل 20 30 جنيه. كلكم بقى والتورتات اللي انتوا تتخيلوها والحاجات دي كلها عند الشيبي، بيوديها مدينة نصر الدليفري مجانا. وعنده التورتة والجاتوه الفرنساوي ما اقولكمش عليه، الطعم بتاعه برضو مختلف حسب ما هو قال. وكلكم والصواريخ والفوانيس، تحسوا الصاروخ بتاع الصين نزل عند الشيبي بس طلع نوتيلا وكنافة. والطاجن الجميل البرطمان دون ده تحسه كده الراجل ده فعلا بيحب الزمالك، عامل ابيض في احمر وعامل كل الالوان وكلام الاسماعيلي وكل الناس اللي فيها. كلكم بقى والحاجات الصغنطوطه بالنسبه للنوتيلا. ايس كريم بقى يا باشا ما اقولكش عليه، كل حاجه عنده معموله فريش زي ما هو بيقول لي، والخامه اللي بيقدمها كلها طبيعيه. الشيبي يا جماعه علم من اعلام مصر والسودان، وعنده 3 فروع في شارع عين شمس، وعنده كمان فرع تاني في مدينة نصر. أنا قلت بسم الله كده أنا والأستاذ تامر المحترم مرتين الرعشة الجميلة مع أكلة عدنان اللذيذة. حضرتك عربنا بنفسك؟ تامر عطية مدير حلواني الشيبي. إحنا من سنة 97 بقالنا 24 سنة، والفرع الرئيسي حدائق القبة، ولينا بجسر السويس، ولينا في مدينة نصر شارع زكاة السيد. طيب حضرتك بالنسبة للمنتجات بتاعتك في الأيام العادية الطبيعية إيه هي؟ المنتجات بتاعنا الشرقي بأنواعه كله، والغربي في الحاجات اللي هي العادي وفي الفرنساوي وزاد بأنواعها، والفطير والكحك والبسكوت طول السنة موجود طول السنة. في طبعا تشكيلة من الشوكولاتات والآيس كريم، وفي فرع جسر السويس عملنا كافيه برضو جديد هناك. طيب بالنسبه للمنتجات كلها معموله بالسمنه البلدي؟ كلها سمنه بلدي. يعني في بعض الناس تقول لك الحلواني بيحط نوعين مع بعض سمنه محليه. لا احنا سمنه بلدي صافي. طب الكيلو عندك كام؟ الساده والملبن والعجوه ب 110. ده بالنسبه للكحك. الكحك وفي عند البسكوتات عندي تشكيله من البسكوتات، في نشادر، في برتقال، في جوز الهند، الكيلو ب 100.
وبالنسبه بقى للبيتي فور والحاجات الثانيه اللي موجوده، وفي عندي بيتي فور عادي الكيلو ب 130، وفي البيتي فور السبيشال الكيلو ب 140. في طبعا كحك عن جمل، وفي منين ساده شمر وانسون، ومنين عجوه، وفي اليوم الطبيعي برضو بتبيعوا الكحك والحاجات دي كلها. اه شغاله طول السنه، طول السنه عندي. طول السنه الكحك والبسكوت بانواعه، وعندي طبعا تشكيله من البيتيفورات، البيتيفور العادي والبيتيفور السبيشال. بالنسبه للحلويات اسعار كيلو لحمه، الكيلو الساده ب 65، اللي هو بسبوسه مثلا، اه بسبوسه وكنافه وجلاش ورواني وعزيزه، ده كيلو 65. المدلعه، المدلعه كيلو ب 100. عندي منها اصناف كتير برضه مدلعه، عندي مدلعه فاكهه وكراميل وطوفي، وفي نوتيلا، وفي عندك بقى المكسرات مثلا. اي حاجه بالمكسرات سعرها كام مثلا؟ التشكيله اللي هي بالمكسرات ب 140. 140 بس عندي الفستق ب 240. بالنسبه للبسبوسه المكسرات بكام؟ المكسرات ب 110. بالمكسرات، بالمكسرات او بالبندق. ايه الفرق بينها بقى ما بين ال 140 وال 110؟ ايه الفرق؟ لا في حاجات سبيشال داخل فيها برضو، ايه يعني مكسرات زياده شويه. طيب. تبقى مكسرات ازيد شويه. وبالنسبه بقى للحاجات اللي بالكنافه، هل هتفضل طول السنه ولا رمضان بس؟ الاصناف اللي موجوده حاجات صورتها كلها دي موجوده عندي طول السنه. يعني مثلا بلا استثناء. لو انا حبيت اجيب اي وقت اخد مثلا مدلعه، او مثلا حبيت اخد كراميل مثلا بالكنافه، او اخد نوتيلا بالكنافه، او لوتس بالكنافه، موجوده كل الاصناف دي موجوده طول السنه عندي. طيب وبالنسبه للجاتوه الاسعار بتاعته كام وكام وكام؟ الجاتوه في عندي قطعه ب 10 جنيه وفي قطعه ب 15، ده اللي هو الجاتوه العادي والجاتوه الفرنساوي. وبالنسبه للتورتات؟ التورت في عندي بيبدا من 170 و180 و200 كده، في التورت الفرنساوي ب 220. ايه الفرق ما بين الفرنساوي والعادي؟ لا بالنسبه للعادي دوت بيبقى كريم شانتيه اللي هي التورت العادي، لكن التورت الفرنساوي بتبقى بكريمه لباني، طبعا الشوكولاتات بتاعتها بتبقى شوكولاتات طبيعي بالنسبه للحاجات الفرنساويه. طيب وبالنسبه للتورت ايس كريم؟ تورت ايس كريم عندي تشكيله برضو من تورت الايس كريم، التورته ب 180. اي نوع؟ اي نوع بعمل تشكيلات كتيره. يعني الفرع اللي احنا فيه دلوقتي بالظبط العنوان بتاعه ايه بالظبط؟ 124 مصر والسودان عدايا الاخرى. الفرع الثاني؟ الفرع الثاني 84 شارع جسر السويس بجوار اولاد رجاء. في فروع ثانيه؟ وعندنا برضو في شارع زكر حسين في مدينه نصر. اه تمام. مدام كل سنه وحضرتك طيب. شرفتنا يا فندم، شرفتنا كل صحتك.